بص بقى، الخبر الجاي خبر حلو، مش هو مباراة ودية وكل حاجة، يعني هنتكلم عن فوز الأهلي على سموحة بهدفين مقابل هدف، ومباراة ودية كانت جميلة جدا، وقدر، وده بقى الحلو في الموضوع، مودست مهاجم الأهلي من تسجيل الثنائية بتاعت الفوز، ودي زي ما بنقول البروفة الأخيرة قبل مباراة طبعا شباب لوزداد ضمن منافسات دوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. هيكون هنا أكيد كلام كتير جدا عنها في فقرة الكورة في الأيام كمان القادمة، بس اللي عجبني إن تاني هرجع اقول الانتقادات الشديده اللي بيتوجه ليها بعض اللعيبه، ومش بس في النادي الاهلي على فكره اللي بيكونوا الصفقات الجديده، لان ده زي ما تحس خلاص بقى نهج كده، لازم كل صفقه النادي الاهلي بيجيبها يطلع حد يهاجم، فما بقيناش نلتفت اصلا او نسمع يعني، بس قصه الانتقادات والانتقادات اللاذعه لبعض اللعيبه اللي بيكونوا صفقات جديده لاي نادي، انا هنا هتكلم، بتبقى ظالمه بشكل كبير جدا. مين اللي بينجو منها ومين اللي بينجح منها؟ الشخص اللي بيرد على الارض، دايما بقول الكلام ده، مودست من اللعيبه اللي جت وانضمت للنادي الاهلي، ربما مش هقول لم يكن موفق، بس لم يكن متاقلم لسه معانا، لسه ما كانش ظاهر الامكانيات بتاعته، لسه ما كانش واخد على اللعب، ربما كل ده كان محتاج وقت. انا اعتقد يا كريم ان هو ماشي فيه خطوات رائعه جدا، خطوات ثابته، ما فيش مشكله ان انت تنجح بالراحه، بس المهم انك تنجح، تبقى ماشي في الطريق السليم. اعتقد ده احنا راهنا عليه، ودلوقتي بنشوف نتائج ده، بيرس تاو راهنا عليه وشفنا نتائج ده، وغيره وغيره من اللعيبه اللي تم انتقادهم والتقليل من امكانياتهم في فتره ما، لكن هم اللي بيثبتوا ان الكلام ده تماما غير صحيح. فحلو جدا الثنائيه يعني، وعلى فكره اجوال كانت ممتعه اللي اتفرج يعني. بصي، ممكن اللي خلى حد زي مودست يتعرض لهذا القدر من الهجوم من قبل ناس كتير، الحقيقه فكره ان احنا ما شفناش لفتره مش قصيره، ما شفناش منه رد ملموس على الارض، لكن الحاجه اللي مسلم بيها هي قدراته وامكانياته ومهاراته كلاعب، لان النادي الاهلي كالعاده عمره في حياته في تاريخ النادي الاهلي ما استدعى لاعب ليضمه الى صفوفه غير لما كان دارس اللاعب ده كما ينبغي، بتعمله يعني انجاز التعبير دراسه جدوى لوجود هذا اللاعب من عدمه في النادي الاهلي. احنا بنتكلم على لاعب كبير، بنتكلم على لاعب مميز، لو شفنا حضراتكم اكيد شفتوا له فيديوهات كتيره بيسجل فيها كم وافر من الاهداف وكلها بمعلمه وحرفنه، احنا ما شفناش ده لسه معانا، ابتدت تندع مع مودست الفتره الاخيره، وده ان شاء الله يكون يعني ايه نقطه انطلاق للفتره اللي جايه. انا واحد من الناس عندي احساس كده والله اعلم ان احنا ان شاء الله هنشوف من مودست اللي اتاخر علينا ان احنا نشوفه منه الفتره الاخيره، لعيب كبير ان شاء الله متوقع منه ان هو يبقى اضافه ملموسه مع سكواد النادي. نتمنى يا كريم ده حقيقي، وكان نفسي الماتش يبقى مذاع عشان الناس كلها تشوف، بس يعني فعلا كان ماتش حلو، الناس بقى اللي كانت جوه بتوصل ان شاء الله يشوفوا بعد كانت كده، كانت مباراه حلوه جدا الله. كانت ناس متابعه، كان يعني تحس فعلا مش جوال سهله يعني، ده اللي وصل لنا من المعلومات، فلا بالتوفيق لمودست، بالتوفيق لكل لعيبه النادي الاهلي، بالتوفيق للناشئين كمان اللي تم قيدهم، بالتوفيق لكل المنظومه الاهلاويه باذن الله، نتمنى يكون موسم اكثر من رائع كالعاده يعني.